حياكم الله من جديد اكشن مع وليد على ام بي سي اكشن واذاعه ام بي سي. فبنرجع لمحمد العنزي، وكان السؤال من المشاهد قبل الفاصل يقول له يعني هل توقعاتك للاتحاد ايضا تشمل في حاله مشاركه اللاعب المغربي حمد الله مع الاتحاد؟ هو بدر وصفه بالعالمي. اي فهذا العالمي اللي كان من مدرج يصفه بوصف البكاية، الآن اختلفت الموضوع وصار هو العالمي. هذه مناكفات جماهيرية نتفهمها وجائزة بحدود الأدب، ولكن الانقلاب على الآراء. عموما هذه نقطة. النقطة الثانية يا حمد الله، أنا تحدثت أنه قيمة فنية عالية، ولكنه كعقلية احترافية لا لا لا، عنده مشاكل كثيرة جدا، وأخشى على الاتحاد، وقلتها بكل وضوح، أخشى على الاتحاد أن ربما يساهم في زعزعة المنظومة الاتحادية وداخل المعسكر الاتحادي. السؤال توقعات ولا أمنيات؟ السؤال لا لا، هذه توقعات يا أبو بدر، توقعات مو هي أمنيات. أمنيات بالعكس، الاتحاد فريق كبير، نتمنى للاتحاد، وفي نهاية الأمر دائما الذهب يتمنى للذهب. ألوان الأصفر هذه جميلة، ذهبية، سبائك ذهب في السوق، في سوق المحبين دائما غالية. لكن حنا نتحدث أبو بدر على أنه سلوكيات لاعب. أنا قلت لك النصر هو من كل تجارب اللاعب أكثر نادي صبر على هذا اللاعب ومنحه فرص هو نادي النصر، ولكنه لم يستثمرها. السؤال يا أبو بدر يطرح أنه حمد الله حقق مع النصر بطولة الدوري الاستثنائي واثنين بطولة سوبر، هل حمد الله سيفعل ذلك مع الاتحاد ويحقق بطولات؟ هنا السؤال اللي أطرحه للمشاهد أيضا نفسه. بس الاتحاديين ترى يقولون، الجمهور يقول احنا ما كنا نقول يا بكاية، كنا نقول يا احلى حكاية، بس هي الناس ما كانت مركزة. احنا كنا سمعنا ثقيل، معليش ايام سوري. طيب.